وتوتة توتة توتة، وهنحكي لكم حدوتة مع ميس أماني. هي حدوتة حلوة خالص، هتعلم منها مواقف ومعايا سلامة بيه. وتوتة توتة توتة، وهحكي لكم حدوتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالي الحلوين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوي أماني، المعلومة والفكرة والغنوة والقصة الحلوة معانا، والضيف الجميل والأطفال اللي كلها مواهب هتكون معانا النهاردة إن شاء الله. عايزاكم تحيوا معايا ضيف الجميل وصديقي سلامة. إزيك يا سلامة؟ مين بنت عليا؟ أنا بنت عليك يا سلامة. إزيك؟ إزيك يا ماما أماني؟ عاملة إيه؟ بخير الحمد لله. أنت جاهز معايا إن أنت تحكي معايا لأصحابنا اللي بيتفرجوا علينا النهاردة قصة جميلة يا سلامة؟ قصة جميلة؟ قصة جميلة يعني إيه قصة يا مس أماني؟ ما أنا هقول لك دلوقتي، بس ممكن يا سلامة أنا مش شايفاك كويس، ممكن عشان أصحابي يشوفوا. أيوه كده شفتيني يا ماما أماني؟ أنا عايزاك بس الأول ترحب معايا بضيوفنا النهارده، أستاذة دينا السيد مديرة حضانة لايت أوف ساينس. أهلا بيكي منوراني، وأهلا بيكوا. أتعرف بأطفالي المبدعين والمبدعات اللي معايا النهارده. اسمك إيه المبدعة؟ رنيم. أهلا بيكي. والمبدعة؟ فرح. علي صوتك. علي صوتك. فرح. والمبدع؟ خد يا عمر. عمر. والمبدعة؟ لمار. وهمت عليش تاني. الله لمار. والمبدعة؟ دول. اهلا بيكم منورينا النهارده في حكاوي اماني. جاهزين يا اصحابي حلوين تسمعوا مع ماما اماني القصه الحلوه دي؟ جاهز يا سلامه؟ جاهز. جاهز يا ماما اماني. جاهز. قبل ما احكي حدوتي عايزه اسالك، هي ماما بتحكي لك حواديت؟ لا مش بتحكي لي حواديت خالص. ما عشان كده النهارده انا اخترت اسم حلقتي تكون احكي لي حدوته. عايزه ماما اللي بتتفرج عليا النهارده ترجع تاني تحكي لنا حواديت زي ما كانت ماما بتحكي لي وزي ما كانت ماما بتحكي لك، وكل الحواديت اللي كانت بتتحكي لنا زمان اعتقد ان احنا حافظينها دلوقتي عن ظهر قلب. حدوتي النهارده يا سلامه عن ايه بقى؟ عن ايه يا ماما اماني؟ عن ايه يا ماما اماني؟ بص كده معايا سلامه، ده اسمه عمو الفلاح، عارفينه يا اصحابي؟ عمو الفلاح يا اصحابي كان عنده زرعه جميله جدا، راح زرعها في الجنينه بتاعته، وكل يوم كان بيسقيها ميه ويرعاها. وبعد ما كبرت البذره دي شايفين بقت ايه؟ مين شاطر يقول لي بقت ايه؟ هي بقت برتقانه؟ لا مش برتقانه يا سلامه. انا شايفه برتقانه. لا مش برتقانه. حد من اصحابي يقول لي بقت ايه؟ ها حد عارف ايه دي؟ ايه يا لمار؟ بقت لفته. بقت ايه؟ لفته. لفته. حد فيكم عارف اللفته؟ اللفته اللي ماما بتعملها لنا في المخلل، صح؟ وممكن تحطها لنا كمان على السلطه. عمو الفلاح يا اصحابي بعد اللفته دي ما كبرت راح علشان يقلعها من الارض، شده وشده وشده. تفتكروا اللفته طلعت؟ طلعت يا ماما اماني. طلعت. لا ما طلعتش يا سلامه، ما طلعتش. راح بسرعه ندى على مين؟ على زوجته. على مين؟ والزوجه مسكت في ايد الفلاح. الفلاح. والفلاح مسك في اللفته، شده وشده وشده. اللفته ما طلعتش يا اصحابي. بعد كده زوجه الفلاح جريت بسرعه وندهت على ابنها الكبير. الابن الكبير مسك في ايد، انا عايزه اصحابي اللي بيتفرجوا عليا، انا متاكده ان هما بيردوا عليا دلوقتي، مسك في ايد مامته. مسك في ايد مامته. والام مسكت في ايد الفلاح. الفلاح. والفلاح مسك في اللفته، شده ورا شده ورا شده. طلعت. ما طلعتش يا سلامه. اصبر، ان الله خليك مع الصابرين، خليك اصبر شويه. بعد كده الاخ راح ندى على مين يا اصحابي؟ على اخته. على اخته. الاخت مسكت في ايد، صح، والاخ مسك في ايد اخته مامته. الام. والام مسكت في ايد، صح، برافو عليك. والفلاح مسك شده وشده وشده. اللفته ما طلعتش. ما طلعتش يا اصحابي، ما طلعتش لسه. فالاخت جريت بسرعه بسرعه ندهت على الكلب. مين؟ مشمش. الكلب مشمش مسك في ايد البنت، والبنت مسكت في ايد الولد، والولد مسك في ايد مامته، والام مسكت في ايد الفلاح، والفلاح مسك في اللفته، اللفته شده وشده وشده. اللفته طلعت. ما طلعتش يا سلامه. اصبر يا سلامه. الكلب يا اصحابي جري بسرعه ندى على القطه بسبسه. القطه بسبسه مسكت في ايد الكلب، صح، والكلب مسك في ايد الام، البنت. البنت. والبنت مسك في ايد والولد مسك في ايد الام، صح، والام مسكت في ايد الفلاح، والفلاح مسك شده وشده وشده. اللفته طلعت يا اصحابي.
ما طلعتش. القطه بسبسه جريت بسرعه ونادت على الفار البندق. الفار البندق مسك في ايد القطه والقطه مسكت في ايد الكلب والكلب مسك في ايد فين يا سلام مش سامعه صوتك. البنت مسكت في ايد ايه؟ اخوها. الولد والولد مسك في ايد مامته وماما مسكت في ايد بابا. الفلاح مسك في اللفته شده ورا شده ورا شده اللفته طلعي 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 اللفته. واخدوا مشدوا اللفته يا اصحابي. بابا وقع على ماما وماما وقعت على الولد والولد وقع على اخته والبنت وقعت على والكلب وقع على والقطة وقعت الفار. الصندوق جري بسرعة قبل ما حد يقع عليه. شاطر ولا مش شاطر؟ شاطر شاطر شاطر, شاطر. مش عشان هو جسمه صغير يا أصحابي كان ضعيف أو ما فكرش. هو فكر وجري بسرعة قبل ما حد يقع عليه عشان كده هو شاطر. طب أطفالي الحلوين وسلامة ممكن تقولولي في حيوانات موجودة معنا في القصة بتاعت النهاردة؟ أيوة موجود موجود حيوانات. ايه الحيوانات اللي موجودة معايا في قصة النهاردة؟ قطة صح صح برافو عليكي. لا البنت مش من الحيوانات دي اسمها العيلة. الفلاح والأم والابن والبنت دول اسمهم ايه؟ دي عيلة صح؟ طب مين شاطر يقول احنا معانا في القصة دي اي نوع من انواع الخضار؟ ماما موجود يا ماما اماني. ايه يا سلامة؟ اللفتة. طيب قولي بقى قصة النهاردة حلوة وجميلة؟ جميلة. تيجوا مع بعض نقول للماما لازم يا ماما تحكي لنا كل يوم حدوتة؟ طب حتى مش كل يوم يا ماما خليها كل اسبوع او حتى مرة في الشهر احنا راضيين. المهم تحكي لابنك قصة هيستمد منها معلومات كتير جدا ولما يكبر هيفضل فاكرها. انا برحب بيكي استاذة نادية. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. عايزة اعرف بقى منك اطفالنا الحلوين اللي معانا النهاردة مجهزين لنا ايه؟ احنا مجهزين فقرة عن القرآن الكريم وهي سورة التين والزيتون. طبعا انا بنصح اي حد يجي يحفظ القرآن بلاش الطريقة التقليدية لازم تهتم شوية بالتجويد والقراءة الصحيحة. ندي نبذة للأطفال بوسيلة بطريقة ممتعة حاجة شيقة يفهم منها التفسير ويفهم منها ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا القرآن ده عشان ايه. الله جميل. وايه الاستفادة منه؟ انا شخصيا بعاني من الموضوع ده. نفسي في طريقة فعلا تخلي الأطفال يعني بتحب القرآن ومقبلة على تلاوته بطريقة صحيحة وبحب. طبعا. طيب مين من الأطفال الحلوين مجهز يسمعنا سورة التين؟ معانا رنيم. أهلا بيك يا رنيم. الحمد لله. يلا أنا عايزة أسمع منك سورة التين. يلا سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد أمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم عرضناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اللهم بارك. كل اللي بيتفرج معانا على البنوته الاموره يقول اللهم بارك. ربنا يحفظك ويحفظ اولادنا جميعا ويرزقنا جميعا واولادنا حفظ القران الكريم. انا بحييكي انت شطوره خالص اللهم بارك. انا بحييكي على الهدوء والجمال والرزانه اللي هي فيها. وعايزه اسالك بقى انت مقدمه لنا فقرات النهارده. ايوه. بما ان انا مديره حضانه معلمه رياضه اطفال عايزه اسالك كلنا بيقابلنا دايما الام اللي بتدور دايما على الكتابه خد ايه النهارده الكم أيوة. اللي اخده معايا النهارده ايه هيكتب الحرف كم مره هيكتب العمود كم مره بيعرف يتملى ولا ما بيعرفش. انا عايزه اعرف انت النهارده مقدمه لي مواهب تفرح كده. أيوة. انت اتعاملتي مع اولياء الامور دول ازاي؟
انا في البدايه طبعا كان الموضوع بالنسبه لي شق جدا، وفي اولاد امور يعني اولياء امور مش متفهمين خالص الموقف. يعني الام كل اللي هدفها لا ابني يلقن ابني يكتب. ابتدى مثلا لما انا اقدم لهم فكره زي دي مره في مره بقوا يفرحوا بقوا ينبسطوا تقبلوها جامد جدا، لدرجه ان انا لو ما نزلتش حاجه زي دي او عملتها فبتبتدي الاب لا نزلي لا اعملي، اتشجعت لقيت الطفل بيستوعب اكتر وبيلم اكتر اكتر من ان انت تلقنيه وتخليه يكتب. يعني ممكن يا استاذه دينا تكوني انت سر من اسرار ان انت اكتشفتي مواهب اطفال موجوده عندك. أيوة الام في البيت ممكن تكون مش مكتشفه طبعا ان عنده الموهبه دي. طبعا لان هي مهتمه بجانب اكتب لا اقرا لا كده، فكل ده ما يبينش المواهب خالص. انا بين المواهب بوسيله بطريقه شيقه بطريقه ممتعه بتشد ليا الطفل وفي نفس الوقت بتخليه ينفتح اكتر ويطلع كل اللي عنده. وده اللي احنا بننادي بيه النهارده، النهارده البعد عن التلقين لان طبعا. الاطفال عايزه اللي ينزل لمستواها ويقدر يخليهم يحبوا الحاجه اللي بتقدمها. طيب هتقدموا لنا ايه تاني؟ هنقدم حاجه عن الخضروات. اصحابي حلوين جاهزين هيقولوا لنا ايه عن الخضروات؟ انتوا بتحبوا الخضروات؟ بتاكلوا سلطه يعني؟ طب انتوا شطار تقولوا لي هي السلطه فيها ايه؟ بتتعمل ازاي يعني؟ بيكون فيها ايه؟ ها؟ نحط الطماطم نحط طماطم صح ونحط الجزر ونحط جزر جميل ونحط ايه تاني؟ ممكن نحط عليها ايه تاني يا اصحاب؟ نحط عليها ايه؟ بصل كمان ممكن نحط بصل وممكن نحط خيار ممكن نحط فلفل الوان صح؟ انتوا بتحبوا السلطه وبتاكلوها؟ وتقولوا لاصحابنا بيتفرجوا علينا لازم ياكلوا سلطه عشان صحتهم تبقى كويسه جدا؟ طب يلا جاهزين هتسمعوني ايه عن الخضروات؟ يلا ادي البايك ليهم يا فرحه يلا هيقولوا حاجه مع بعض؟ هيقولوها سوا. يلا 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 ريم ثلاثه جئنا من دنيا ها لا نعلي صوتنا نعلي صوتنا يلا 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 مار يلا يا عمر نهتز للحياه خليها فوق منات نحن خضروات انا الفلفل اديها المايك اديها المايك ادي ادي المايك للمار الطماطم مهلاني لون الاحمر والقاني شكلي قريب منظر اكثر من اكلي اكثر اللهم بارك. طب ممكن يا طماطم يا جميله تقولي لي تاني بس بصوت عالي شويه؟ ماما اميني عايزه تسمعك يلا قوليها تاني بس بصوت عالي. انا الطماطم حلاني لون الاحمر والقاني شكلي كل منظر اكثر من اكلي اكثر اكثر من اكلي اكثر. الله عليكي مين تاني من الخضروات هيعرفنا بنفسه؟ يلا يا لارين ها انا جاهزه نعطي القوه للنظر. اللهم بارك تعطي قوه للنظر. مين تاني؟ انا الفلفل يا اصحاب لوني اخضر يا شطار ومزاتي حلوين او حال. اللهم بارك على احلى فلفل معانا النهارده. اللهم بارك جميل. هتقولي حاجه؟ فرح ثانيه واحده يا لولو ثانيه واحده يا فرح يا شطار ومك ومزاكي حلو والحار. انت مزاكك زي السكر. اي فرحه برضو انا من ضمن طبعا القران وكده كلنا لازم في حضانتنا كلنا في الحضانه او في المدرسه او في اي مكان او في البيت بنعلم اولادنا العقيده. جميل. فانا اديتهم نبذه عن العقيده في الحضانه عندي وطبعا عرفتهم احنا ديننا هو مين ومين رسولنا واسمه ايه واتولد فين والتواريخ وكده. يلا يا شطار فرحه النهارده هتقول لنا ده. فرحه هتقول ايه؟ يلا يا فرحه ديننا هو دين الاسلام نبينا هو سيدنا نسمع فرحة. اسمه بالكامل يا فرحه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. برافو. طيب قلنا يا فرحه الرسول اتولد في عام اسمه عام الفيل. اتولد امتى؟ 12 ربيع الاول. كام ميلاديا؟ 71 500 71 ميلاديا.
برافو عليك. اللهم بارك. شطوره. اتولد فين؟ في مكه. ومات فين؟ في مدينه. اللهم بارك. ايوه ايوه شطوره خالص. شاطره فرح. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله عليهم. انا ملاحظه ان رغم صغر سنهم يعني بس عندهم 3 سنين ونص. اللهم بارك. اللهم انا بحييكي جدا. يعني السن ده ان يطلع منه الابداع ده انا بحييكي جدا جدا جدا. انا ممكن نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وحيوا معايا استاذتنا استاذه دينا. انا سعيده ان انت معايا النهارده وعايزه اسالك، انت جايبه لي لوحه جميله معاك كده، عايزه اعرف ايه موضوعها؟ اللوحه دي احنا طبعا اطفالنا مش بس ان احنا بنحفظهم القران بس، لا لازم تديهم نبذه عن كل سوره ولو حاجه بسيطه باسلوب مبسط جدا يوصل لعقولهم، يعني عن التفسير ليه ربنا نزل لنا الصوره دي، ايه الهدف منها ونزلها لنا ليه. يعني مش مجرد ان حضرتك بتحفظيهم وخلاص. صح كده بالظبط. فانا بعمل لوحه زي دي ببتدي اكتب عليها الصوره بنحفظها الاطفال، بنبتدي نعمل لهم شويه الوسائل دي، كل ايه بالصوره بتاعتها بتبتدي ان احنا نشرح، نقول مثلا والتين والزيتون دي ثمره التين اللي موجوده في بيت المقدس، نزلت نسبه للمكان، المكان مولد سيدنا عيسى عليه السلام. هنا طور سيدين اللي هو جبل الطور اللي ربنا سبحانه وتعالى كلم عليه سيدنا موسى، وهذا البلد الامين اللي هي مكه المكرمه، طبعا مكان منشئ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. لقد خلق الانسان في احسن تقويم، يعني ربنا خلقنا في احسن صوره وفي احلى واحسن شكل، وكرمنا عن خلقه وعن جميع المخلوقات، وبنبتدي ان احنا نكمل نرجع على نفس نرجع مكاننا تاني. يلا نرجع مكاننا. نرجع مكاننا. يلا ماشي. يلا روحي اقعدي مكانك. يلا شطوره برافو عليكي اتفضلي. وبنبتدي ان احنا نفسر لهم ايه النبذه عن السوره وعن الايه والشرح بطريقه جميل. يعني نقدر نقول ان ده تفسير مبسط للطفل، ان الطفل ما يبقاش حافظ بسيطه. طيب ممكن اعرف حكايه اللوحه الجميله اللي معاكي دي؟ لان انا شخصيا الاكاديمي بحب اشتغله بالطريقه اللي حضرتك مقدماها النهارده، فعايزه اعرف القصه دي ايه. دي لوحه، تعالي يا لمور. دي لوحه احنا بنعملها للطفل، هي حاجة أكاديمية. تمام. يعني ده بقى الشق الأكاديمي اللي حضرتك بتشتغليه مع الأطفال. بالوسائل زي ما احنا بننادي دايما. متعة طبعًا. التعليم طبعا. جميل. فإحنا عملناها عن لتر A. تمام. بنبتدي إن احنا نقول اللتر بالساوند بتاعته وبنبتدي نقول الكلمات. يعني لو سألنا الطفل دلوقتي تقدر تقول لنا اللي موجود في اللوحة؟ أيوه. يلا يا لمار وعارفاها بسونجز جميلة، نقف في مكاننا زي ما احنا. يلا. علي صوت. برافو عليك. اللهم بارك. ممتازة. نزود حاجة صغيرة على اللي قالتها لمار. أصحاب الحلوين اللي بيكتبوا مع التيتشر بتاعتهم حرف الاي او مع مامي لازم نهتم بالاتجاه المظبوط. بتأيديني؟ طبعا. يعني لما اجي اكتب لتر اي للاطفال هقول له داون داون داش. انا كنت سعيده ان انت معايا النهارده. انا اسعد بحضرتك. عايزه اقول زي ما قالها عم فؤاد زمان في كلمتين وبس، هتقولها ماما اماني في كلمه واحده ونص. ماما يا حلوه يا احلى من البسكوته، احكي لي كل يوم حدوته، ان شاء الله حتى تكون ملتوته، المهم اني اكون في حضنك مبسوطه. وفي اخر كلامنا رح نرمي سلامنا ونودع حبايب طيور احلى جنه. اشوفكم بخير في الحلقه الجايه. سلام عليكم.